صباح الخير مشاهدينا، نتمنى لكم نهار مليان بالسعادة والخير وبداية نهار كل نشاط وحيوية. صباح الخير سمية. صباح الخير وديان، ويسعد صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة مع نهاية هذا الأسبوع. نذكركم مشاهدينا أن برنامجنا يطل عليكم يوميا ما عدا الخميس والجمعة بمواضيع وفقرات متنوعة، نتمنى أن تنال إعجابكم، وفقراتنا اجتماعية وفنية. واليوم فقرتنا الرئيسية بتكون عن رياضة الدفاع عن النفس، رياضة التايكوندو يا سمية. وأيضا مشاهدينا سوف يكون لدينا حديث يهم اليمنيين عن التنمية المستدامة في المجتمع اليمني وكيف يمكن للفرد المساهمة فيه. ولنا وقفة جديدة مع قصة من مزارع اليمن الغنية، زراعة الفراولة الحمراء. وكما سنشارككم بمجموعة من الأخبار المنوعة والغريبة وكذلك تقارير من الوطن العربي. أما سؤالنا لهذا اليوم التفاعلي، كيف تؤثر تنمية الفرد لنفسه على تنمية المجتمع؟ شاركونا إجاباتكم الآن على البث المباشر على صفحتنا في فيسبوك الخاص بقناة بلقيس. ابقوا معنا. لم تكتمل فرحتنا بانتهاء وباء فيروس كورونا إلا وقد بدأ مرض جديد بالانتشار، وهو جدري القرود، والمخاوف التي ترافقه بأن يكون وباء لا يقتصر على كونه إلى الآن مجرد مرض. لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس الثلاثاء أنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدر القرود و106 حالات أخرى مشابهة بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 7 مايو الجاري خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة. المهم فيما قالته المنظمة بأن المرض ما زال قابلا للاحتواء، وأكدت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع هذا المرض. كما لا تعتقد المنظمة أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حالات أو حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة وأيضا السلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره. ويعتبر فيروس جدري القرود مشابها لمرض الجدري، ويسبب في البداية ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع قشور. طبعا مع وجود أي جائحة جديدة وديان تنتشر معها الكثير من الشائعات. وإن شاء الله إحنا في الأسبوع القادم بنناقش هذا الموضوع بشكل أكبر، وسنرى إلى ما ستقول إليه الأخبار عن هذا المرض يعني. صحيح. نسأل الله السلامة للجميع. إلى خبرنا التالي يا سمية. وإلى خبرنا التالي، وهو شكل من أشكال الرفق بالحيوان وربما دلاله. فقد اعتدنا سماع اصطحاب الكلاب مع أصحابها في النزهات والسفر، ولكن داخل أقفاصها، فيما اليوم سنرى رحلة مختلفة للكلاب، وهي صاحبة الرحلة وملاكها هم المرافقون. ففي كوكب اليابان حظيت هذه الكلاب برحلة خاصة مكنتها من الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر داخل مقصورة مخصصة لها في أحد القطارات، حيث استقال 21 كلبا في محطة إينو في طوكيو عربة قطار سريع لرحلة امتدت ساعة نقلتها إلى مدينة كايرو زاوا السياحية مع أصحابها. شاركت كلاب من أنواع مختلفة في الرحلة الافتتاحية لما سمته مجموعة السكك الحديدية اليابانية ضمن مشروع إجازة الكلاب. يا دلع، الموظفون عمدوا إلى تغطية كل المقاعد بالبلاستيك وتركيب 4 أجهزة لتنقية الهواء في العربة التي ستنظف بالكامل بعد الرحلة لإزالة أي أثر لوبر الكلاب. أظن أنه محبي الكلاب أو الحيوانات حيفرحوا مثل هذه التجربة. والحيوانات يعني تستحق كل أنواع الرعاية. فعلا. وإلى الخبر اللي بعده سمية. يصبح المساء وقتاً للراحة والهدوء والسكن الذي يلجأ إليه كل فرد بعد يوم طويل من عمل أو دراسة، وهنا تتعدد الأنشطة التي يقوم بها كل فرد من مشاهدة التلفاز أو حتى استخدام الأجهزة الذكية، والتي يصاحبها عادة الأكل غالباً. ولهذا قال باحثون في جامعة كامبريدج أن كسر عادة تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون يمكن أن يمنع آلاف الأشخاص من الإصابة بأمراض
القلب. السبب الذي دعا الباحثون إلى هذه النتيجة بأنهم وجدوا أن البالغين الذين جلسوا لفترة أطول أمام التلفزيون هم أكثر عرضة للإصابة بالحالات القاتلة بنسبة تصل إلى 16%، وأن أكثر أعراض مرض الشريان التاجي شيوعاً هي ألم صدري وضيق التنفس. وكما أوضح الباحثون بأن الجلوس أمام شاشات التلفزيون وتناول المزيد من رقائق البطاطس الدهنية والشوكولاتة بوسعه منع الناس من حرق السعرات الحرارية. وعليه ينصح الباحثون بتقليص ساعات مشاهدة التلفزيون إلى أقل من ساعة حتى يتسنى للناس تخفيف الوجبات التي يتناولونها أمام شاشات التلفزيون. فعلا الوقت المفضل لتناول البطاطس وهذه المأكولات الخفيفة هي عندما نشاهد التلفزيون. صحيح، ويقضي الكثير من الناس ساعات طويلة أمام التلفزيون، حتى أنه يقول يعني أحد الأبحاث أن عدد الساعات الذي يقضيها الطلاب في الدراسة هي 600 ساعة بينما التلفزيون 1000 ساعة. يعني فعلا اهتمام بالصحة ضروري. وننتقل الآن إلى خبرنا الخاص بالتيك توك، خبر غير سار لمتابعي صناع المحتوى في هذه المنصة، منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، حيث عزمت المنصة إطلاق اشتراكات لمشاهدة البث التدفقي الخاص بصناع المحتوى بهدف درء إيرادات شهرية متوقعة لهم والتخلص من الاعتماد على عائدات الإعلانات. المنصة أعلنت أن الكثير من الميزات سيحظى بها المشتركون، من بينها استخدام رموز تعبيرية مخصصة ومرتبطة بعالمهم خلال المحادثات أثناء البث التدفقي، ولن يحظى بها سواهم بالإضافة للإشارة إلى أقدميتهم. لكن تبقى أسعار الاشتراكات غير معلنة، فيما يعتزم التطبيق بداية توفير الميزة الجديدة في وضع تجريبي لعدد معين من صناع المحتوى، وبعدها سيوسع نطاقها لتشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ويتابع حساباتهم ما لا يقل عن 1000 مستخدم. طبعاً تيك توك يعتبر واحدة من أهم أو أكثر المنصات المتابعة عالمياً، وأظن أن هذه الإجراءات الجديدة هي قد تفيد صناع المحتوى، لكن المشتركين أظن هم أكثر من حيضايقوا من هذا الموضوع، عشان تتابع أي أحد، عشان تكوني معاه موجود في البث ضروري يكون في اشتراكات مالية. فيعني نذهب إلى التيك توك يدر أرباح يلا. إذن مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا. لزيارة البلدان والتعرف على ثقافتها وموروثها الشعبي متعة لا توصف، فكيف إذا تعرفت على أكثر من بلد في مكان واحد أو في يوم واحد يا وديان؟ في هذا التقرير نشاهد احتفالية جمعت ثقافات مختلفة لعدة دول، حصل فيها المشاركون على متعة التجربة والمعرفة في أجواء موسيقية مليئة بالفرح. نتابع التقرير سوياً. مدرسة تركية على الأرض التونسية، وفي يوم واحد جمعت ثقافات 15 بلدا في تظاهرة ثقافية وفنية احتفالاً بالأكلات والملابس التراثية لتلك الدول. ارتدى المشاركون فيها أزياء تقليدية لبلدانهم أغلبها تمت حياكتها بالأيدي. اليوم كما سنسناكم كل عام نعملوا تظاهرة، نعملوا اليوم الوطني للباس التقليدي وزاد لتبادل الثقافات. اليوم عنا أكثر من 15 جنسية حاضرة يمثلوا بلدانهم، يمثلوا الثقافة، يمثلوا تقاليدهم. كل عام نعملوا المظاهرة هذية باش نتبادلوا الثقافات، نتبادلوا تقاليد بين البلدان الكل. رفعت أعلام الدول المشاركة على أنغام الموسيقى الشعبية، ورقص المشاركون والتقطوا صوراً لابتهاجهم بالاحتفالية، وارتدى البعض أزياء تنكرية في عرض لإسعاد الأطفال والكبار معاً. خيمتان متجاورتان منحت الحاضرين متعة التجول في بلدان عدة من دون السفر،
عبر التعرف على المأكولات والملابس التقليدية والحلي وكل ما تنفرد به الدول المشاركة من حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من بلدان متباعدة. وقف المشاركون هنا لمشاهدة عروض فولكلورية تعرفوا من خلالها على مولود وثقافات مختلفة غمرتهم بالسعادة. جميلة هذه الأيام اللي دائما يعني يكون لها دور في تعريفنا بكثير من الثقافات، يعني نكون عارفين إنه في يعني بلد ليبيا الجزائر بس ما نعرف كيف ثقافتهم أو كيف المأكولات، فهذه الأنشطة جميلة للتعرف على يعني الثقافات العربية في مثل هكذا محافل في المدارس أو حتى في الجامعات. فعلا جميل، لو إن شاء الله يوم ما نحضر ونعرف الناس على ثقافتنا إحنا. وحتى في اليمن كنا نعمل كثير مثل هذه الثقافات أو اللقاءات الثقافية. طيب وديان، إحنا الآن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي، الرياضة. فقرتنا اليوم رياضية مليئة بالحيوية والنشاط والقوة كذلك، فالرياضة تعتبر من الأمور الهامة التي تحافظ على صحة الإنسان ونشاطه، ومنها الرياضات القتالية، فهي عبارة عن تدريبات تجمع بين قوة الحركة وسرعة ردة الفعل، وهي تتميز بحضور البديهة واليقظة الذهنية لأخذ قرار التحرك في الوقت المناسب، وهذه الميزات تعزز مع الوقت أو تعزز مع الوقت القدرات الذهنية وترفع مستوى اللياقة تدريجياً. ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة الرياضات القتالية لعدة أسباب، منها مواجهة الاعتداءات والدفاع عن النفس وتعزيز الانضباط الذاتي. ومن الرياضات القتالية التي يمكن أن يقوم بها الإنسان بممارستها رياضة التايكوندو، والتي تعتبر من المهارات القتالية التي يمارسها الإنسان من أجل الدفاع عن النفس. وتعد رياضة التايكوندو من الرياضات التنافسية التي ظهرت في دولة كوريا، حيث اتخذها البعض من أجل الدفاع عن النفس، ويرجع ذلك إلى الحروب التي انتشرت في كوريا. وللحديث أكثر عن هذه الرياضة يسعدنا أن يكون معنا هنا في صباح بلقيس لاعب المنتخب اليمني للتايكوندو ماجد الإدريسي، الحاصل على العديد من الجوائز والميداليات المحلية والدولية. ويسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك في صباح بلقيس. اهلا بكم. اليوم من دون عنفة. لا في أي عنف. طيب بداية ماجد، إذا تكلمنا عن الرياضة اللي أنت متخصص فيها التايكوندو، ما هو التايكوندو؟ ما هي رياضة التايكوندو يعني؟ ممكن نعرف التايكوندو بكلمة تايكوندو نقسمها لثلاث كلمات، الذي هي التاي الذي تعتبر ضربة الرجل، وكوان قبضة اليد، ودو التكنيك أو الطريقة التي بتستخدم فيها ضربة اليد مع ضربة الرجل. وبهذا يتكون لدينا تكنيك محدد نستخدم الرجل فيه بوب تقريبا حوالي 80%، بينما يتم استخدام اليد قبضة واحدة بس اللي هو البوكس. يد واحدة بس؟ ممكن اليدين بس، ضربة واحدة بس اللي هي القبضة. أيوة. 20% الذي يسموها كوان. فلو جمعنا التايكواندو تكون لنا ضربة الرجل مع قبضة اليد مع التكنيك والطريقة الذي بتسويه. أيوة. تعتبر التايكواندو، التايكواندو لعبة كورية من حوالي 2000 عام بدأت في كوريا على ما ذكرتي أنت قبل قليل بسبب الحروب والأشياء هذه، وتعتبر فن من فنون الدفاع عن النفس ومهارة ولعبة، يعني أنا ممكن أحبها جدا جدا بأمدحها كثير. وهذا اللي يخلي الواحد متميز ويبدع في الشيء، حبه وشغفه بالشيء اللي يسويه. أكيد حب الشخص لشيء معين هو اللي يخليه يبدع ويتطور في المجال هذا. طيب ماجد، خلينا نقول أنه لكل رياضة يعني خصائصها الخاصة. نتكلم على الوزن في الملاكمة، احنا نعرف أنه في أوزان معينة ومحددة، هل نفس الشيء موجود أيضا في التايكوندو؟ التايكوندو احتمال يكون أكثر من الملاكمة بالوزن والتدقيق على الوزن. في أوزان محددة جدا، اللي أول شيء في فئة البراعم الصغار، في فئة الناشئين، في فئة الشباب، في فئة الرجال. بكل فئة من الفئات في أوزان محددة، يعني نضرب مثل فئة الشباب يبدأ من وزن 54 كيلوغرام، 54 58 63 كيلوغرام، 68 كيلوغرام، 74 80، ما فوق 80 يكون من الأوزان المفتوحة. يعني لما تلعب مع لاعب الطول ممكن يكون 1.90 سنتيمتر، ممكن يكون 1.60، ولكن الوزن هو لازم يكون مضبوط. يعني 63 كيلوغرام
تلعب أنت ولاعب 63 كيلو جرام، يزداد 100 جرام ينقص 100 جرام، ما فيش، لازم الوزن بالضبط. أيوة يعني هذه الدرجة لازم يكون حريصين وشديدين يعني لدرجة الجرامات. طيب هذه بالنسبة للأوزان، نجي الآن للمبادئ، هل هناك مبادئ معينة يعني تعتمد عليها رياضة التايكوندو؟ رياضة التايكوندو أو لعبة التايكوندو من أكيد لها مبادئ ولها قيم كثيرة جدا، لها مبادئ ولها قيم أكثر من لعبة أو رياضة الكاراتيه والكونفو. مثلا نضرب مثل رياضة الكونفو، هي رياضة حرة والضربات فيها خطيرة جدا، فلذلك ما تتنظم لهاش بطولات عالمية كثيرة بسبب أنه ممكن يتعرضوا للعنف الطرف الثاني أو الطرف الأول اللي يلعب. بس التايكوندو لها مبادئ ولها قيم كثيرة، لأنه نستخدمها إحنا بطريقتين أو أسلوبين، الذي هو العروض القتالية على ما تشوفوا أحيانا لبس بس وعروض بس حركات، الذي يسموه مباراة خيالية انفرادية أو جماعية. ممتعة جداً هذه. أيوة. المبارزة أو هذه العروض إحنا دائماً نحضرها، وحتى كان نعمل بما أننا تكلمنا على يعني اجتماع لحظة كنا نسوي كذا في المدارس، أحياناً كانوا يجيبوا الطلاب بس عشان يعملوا لنا حركات تايكوندو في المدرسة، كنا نستمتع عشان نشوف كيف بيضربوا بعض يعني، وهي كلها حركات هي كلها حركات خيالية. سموها السفن كورجي والبومسي وفي الجانب القتالي اللي هو جانب البطولات العالمية والأولمبياد العالمية، الذي هو يكون على ما شرحت تايكواندو الذي هو استخدام ضربة الرجل مع قبضة اليد بنسبة 20% قبضة اليد 80% ضربة الرجل والتكنيك، كيف تصنع تكنيك. لعبة التايكواندو، لماذا لعبة التايكواندو لها مبادئ وقيم كثير؟ لأنها كمان لعبة يعني تعتمد على العقل بشكل كبير جدا، يعني وأنت خاشش على المباراة على النزار لازم يكون عقلك موجود، جسمك كمان موجود، لأنه استخدام العقل 50% بالرياضة هذه، واستخدام البدن 50% ممكن. التكنيك يصدر من العقل، خلاص الجسم بدأ يتحرك يضرب. لو دخلت وأنت تستخدم البدن بس أو الجسد بس مش ممكن تحقق فوز مراكز. طيب أنت ذكرت أنه التايكوندو في فرق بينه وبين الكونغ فو، يعني ممكن تذكر لنا هذه الفروقات ما بين التايكوندو والكونغ فو والكاراتيه؟ لانه نحن كمشاهدين نعتقد انه هذا كله لعبه واحده، يعني مش عارفين ايش الفروقات بينهم. اول فرق ممكن يكون بين رياضه التايكوندو ورياضه الكونغ فو ورياضه الكاراتيه، رياضه التايكوندو رياضه كوريه، رياضه الكونغ فو رياضه صينيه، رياضه الكاراتيه رياضه يابانيه. التايكوندو كما ذكرت تعتمد على الرجل بنسبة 80%، قبضة اليد 20%، لها مبادئ واللعبة أعتقد الأولى التي دخلت بالأولمبياد العالمية سواء بجانب العروض أو بجانب القتال. الكونفو نقدر نقول عنها لعبة خطيرة، لعبة يسموه باليمن قتال الشوارع، دخل ابنك قتال شوارع خلاص يعني تمرن، ممكن يروح في بما قاتل، ممكن يروح في بما في ضربات قوية جدا. الكونفو ممكن تكون عروضة ممتعة ولكن مخيفة بعض الشيء وقوية جدا. الكاراتيه برضو لعبة صينية يابانية، يعني ترجع للصينية يابانية، استخدام 50% قبضات اليد و 50% ركلات الرجل، بينما التايكوندو قلنا ايش 80% ركلات الرجل و 20% قبضات اليد. التايكوندو لعبة ممتعة، انا اشوفها هي الافضل من ضمن الكاراتيه والكونفو. ممكن احب الرياضات القتالية بشكل عام ولكن اميز اللعبة هذه. ليش بالذات؟ لا خليها عاد احنا بحاجته، اقول لك هذيك يروحوا فيها مقاتل، احنا عاد احنا نشوي مثلنا في الحافلة الدولية. ممكن حبي للتايكوندو ممكن يكون أخذته أنا بسبب الوقت الذي تمرنت فيه حوالي 10 سنين أو 11 سنة. أيوة. وكمان ممكن يكون إيش أقول، ممكن يكون إن أنا لاحظت فيها إنه فيها تشغيل للعقل وفيها اكتساب مهاري أكثر من البدني، وهذا يفيد الإنسان ويفتح عقله أكيد، خاصة لو دخلها بسن مبكر وتنمي وتربى يعني داخل اللعبة هذه وسط اللعبة هذه يكون له مستقبل مشرق جدا. أيوة. طيب ننتقل إلى موضوع الأزياء الخاصة أو اللبس الرسمي الخاص بهذه الرياضة، احكي لنا عن طريقتها.
لعبة التايكواندو يوجد لديها ممكن نوعين من الألبسة. أيوه. وغالبا ممكن تستخدم نوع واحد يعني عادي. النوع الأول الذي هو اللبس الأبيض مع الحزام. احنا الآن نتكلم عن اللبس بس بغض النظر عن الواقيات اللي يلبسون. أيوه. اللبس الثاني الذي هو لبس العروض القتالية كما ذكرنا قبل قليل بالمسارح أو بالاحتفالات والأشياء هذه. يكون الترنك مثلا لون، القميص اللي فوق لون عشان يلفت اللون. لو يلبسوا مثلا 7 أو 8 أشخاص بنفس العرض يكون لهم يكونوا مميزين كذا بالعرض. الواقيات اللي يستخدمها لاعب التايكواندو في واقي الصدر اللي هو الحساس، وفي واقي الرأس ممكن تقولوا عنه الخوذة، وفي كمان واقي قبضة اليد، واقي اليد ذات اليمين والشمال، واقي الرجل برضه، واقي حساس القدم المشط الذي هو الاستخدام للقتال. هذا ما أحد يلبسه إلا لما يدخل مباراة قتالية. أيوه. غير العروض تماماً. هذا جميل. إحنا تكلمنا الشق الخاص بالتايكواندو بشكل عام، الآن ندخل في ماجد شخصياً. يعني أيوه. نتكلم عنك أنت، كيف اكتشفت حبك لهذه الرياضة بالذات؟ يعني هل هو من الحارة، كنت تضرب عيال الحارة ولا تضرب العيال في المدرسة؟ اعترف، جيب ولا تضربوا في البيت ولا أنت كنت تنضرب؟ طبعا كطفل يعني يبلغ من العمر 12 سنه 11 سنه مستحيل. بدات يعني من 12 سنه اكتشفت انك تحبه؟ 12 سنه ما كانش اكتشاف مني انا يعني للامانه. بالسن هذا انت تحتاج تلعب كوره بالشارع، تلعب العاب ثانيه، بس ما اعرفش انا شيء. الوالد الله يحفظه والوالده كان لهم دور كبير بالشارع. تحياتنا لهم. راح كان والدي مغترب، يروح من الغربه يشوفني مشاغب يعني ضارب هذا وضارب هذا، ضارب البيت ضارب. كيف نعمل الولد هذا؟ ممكن نخرج الولد هذا، تفكير جيد جدا. ممكن نخرج الولد هذا بدل ما نضربه ونصيحه وليش تعمل ليش تسبر، نخرجه نادي رياضي. النادي الرياضي الفنون القتالية فيها مجهود أكثر من كرة القدم. ممكن الولد يخرج مجهوده كامل بالرياضة خلال ساعتين 3 ساعات باليوم، يروح للبيت هو تعبان ينام. أيوه. ما فيش أي شيء. أنت خارج والنقل. بدأ الكابتن جعفر العامري، هو الكابتن والأب والمربي القدوة كان لنا. يعني على طول توكلت أنا عنده وأنا صغير. كنت أبكي كل يوم، ليش أروح أنا النادي؟ يعني ما كنت تشتي في البداية؟ أبداً. كنت أروح أشوف أصحابي بالحارة وكذا يلعبوا وأبي ماسك بيدي، نروح النادي يا ابني. طيب أنا أشوف يا بل الأطفال يلعبوا كذا أنا مقهور أشي جلس، لا نروح. تقريبا 6 أشهر ويجي معي كل يوم. لما نخلص أتمرن أذكر والله كان في أحيان برد في محافظة إب، طبيعي عنده يجلس ينتظر لي خارج لما أنا أكمل أتمرن وأمشي. الكابتن جعفر استخدم معي أسلوب حلو، إنه كيف أكسب الولد هذا أخلوه يحب اللعبة بدل ما يتعب أبوه كل يوم ويجي وكذا. خليني أشارك ببطولة بالحديدة، كانت بطولة جمهورية وأنا صار لي 6 شهور بس حزام أبيض. أيوة. شاركت انضربت أكيد يعني. خلاص بدأ حبي للعبة بسبب إيش؟ عشت جو المشاركات، جو الأصدقاء، التنافس بالضبط، جو الرحلة. إن إحنا سافرنا من إبل الحديدة وأنا صغير وبالباص نضحك وكذا. خلاص تعمقت باللعبة هذه، أصبحت اللعبة هذه جزء لا يتجزأ من حياتي يعني مع مرور الزمن. فمش ممكن اني ابطلها، ممكن مستقبلا تتحول لكابتن، تتحول لماسك اكاديميه تايكواندو. اما انك تبطل الرياضه هذه مستحيل، نص العمر راح فيها. ايوه ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم على اول بطوله شاركت فيها والبطولات يعني تباعا الى اخر بطوله هنا في تركيا. اول بطوله كانت بطوله مأساويه اللي ذكرتها، اللي ذكرتها اللي انضربت. ثاني بطوله لعبتها كان دوري رمضاني، كان كل سنة في رمضان نسوي دوري رمضاني 4 أيام 5 أيام. حققت فيها مركز ثاني، سعدت أنا جدا مركز ثاني وكذا. وصار لي يمكن 2 أو 1.5 سنة بس. وبعدين تتالت البطولات اللي هو كان في بطولة محافظة المحافظة محافظة محافظة إب، جبت فيها مركز أول، حصلت على ميدالية ذهبية. وبعدين الدوري الرمضاني الثاني، الدوري الرمضاني الثالث. وبعدين شاركت في عدة بطولات جمهورية، من ضمنها تم اختياري لبطولة النخبة، الذي هي بطولة النخبة يتم اختيار من كل محافظة
أو من كل منتخب داخل المحافظة من محافظات الجمهورية اليمنية 6 أشخاص 5 أشخاص. أنا كنت من الممثلين لمحافظة أبي، شاركت ببطولة النخبة الجمهورية، بعد بسنة شاركت برضو ببطولة الجمهورية في صنعاء، وحال بالوقت أنا جياني لهنا أسافر أغترب بغرض الدراسة وإكمال المرحلة الجامعية. وصلت قيدت في نادي تركي حكومي، هو نادي مدينة مغلة التركية، لعبت معهم يعني أشوف مستويات الأتراك برغم التطور اللي عندهم، برغم الإمكانيات اللي عندهم أضعف مننا تماماً لمنيا. لعبت دخلت معهم ببطولات، أعتقد لعبت مع الأتراك الآن بطولتين، الذي هي بطولة 7 أندية وبعدها بطولة 15 نادي. حققت المركز الأول بالبطولة الأولى ما شاء الله، والمركز الأول بالبطولة الثانية. كان تجربة حلوة، وبحكم أنك أجنبي كذا حلوة ومش حلوة بنفس الوقت. وبعدين حصلت على دعوة للمشاركة ببطولة عالم كانت في باكستان في شهر 11 2021. جهزت الأوراق، جهزت كل حاجة، كانت البطولة مجانية شاملة على حساب باكستان كامل. أنا سعدت بالشهادة لأني مستحيل أخرج دعم من اليمن أو من وزارة الشباب والرياضة. سجلت، وصلت لي الدعوة، طبعت الفيزا حتى بالجواز. المتبقي لي إيش؟ إصدار رخصة المشاركة. أي رخصة المشاركة الذي إصدرها من؟ الذي هو رئيس اتحاد لعبة التايكوندو بصنعاء. رفض، رفض تام. إنه إيش السبب؟ مش عارف، أنتوا تأخرتم، أنتم كذا. إحنا يعني مثلاً أنا اعتبرت عرقلة لك يعني؟ جداً كانت عرقلة. أنا كنت جاهز، أنا تمرنت قبلها 3 أشهر، نزلت وزني من 70 كيلوغرام ل63 كيلوغرام، 7 كيلو. علشان هذا عشان أشارك بوزن 63، جاهز، أنا مجهز تماماً. آخر يوم للتسجيل، قفل التسجيل الساعة 12 الليل، هو رد علي الساعة 1 الليل بعد انتهى التسجيل بساعة، وما شاركتش فيها. يعني بصراحة حاجة مؤسفة، وانت تشارك باسم اليمن وبترجع بميداليات يعني وكل شيء، يعني مش الموضوع ما يتطلبش الا موافقة فقط يعني. حتى تذاكر الطيران قلت له، انا كلمته، انا مستعد خلاص، تذاكر الطيران بتحملها انا بدعم شخصي جدا، ولا لكم اي علاقة. هذه رسالة مننا يعني نحن، انه لازم الدولة ولازم يعني الدعم صحيح. يعني على الاقل الدعم المعنوي، يعني هو الدعم المالي زي ما قال هذا الموضوع، يعني للاسف ما فيش دعم مالي ولا اهتمام، ولكن على الاقل مساعده الشباب انهم يخرجوا ويمثلونا ويرجعوا بميداليات. انا حزينه صراحه يعني. تم التعويض بحركه أيوة. ثانيه يعني 2022 ايوه، كانت بطوله الفجيره وبطوله كاس العرب اللي هي في الامارات. ايوه اصدروا الرخص عبد الله، يعني أصدر الرخص بس أيه. سجلنا احنا بمجهود شخصي، شاركت انا وزميلي نصر الدين عياش بقياده الكابتن يحيى عياش اخوه الكبير. كانت بطوله كاس العرب اعتقد كل الدول العربيه مشاركه فيها، بطوله الفجيره 62 دوله عالميه مشاركه فيها، اكثر من 1300 لاعب، يعني بطوله عالميه. طبعا احنا كيمنيين بنلعب على النظام القديم، الناس قد طوروا وقدموا ب 2022. احنا عندنا مستويات قويه، ولكن طريقه التكنيك وطريقه استخدام الحساس والانذارات اكثر ما لم يحالفنا الحظ بالبطوله هذه نحقق مراكز. كانت التكنيك والانذارات، كنا ناخذ الانذارات. سبب اخذ الانذارات انك مش عارف النظام الجديد، انت بتلعب باليمن بدون حساسات بدون واقيات كذا، بيلبسك تدخل العب يلا على طول نجز اي شيء. شاركنا فيها الحمد لله، كان شرف المشاركه فيها أكيد. شيء عظيم خاصة جدا، خاصه انه ما توصلوش الا بعد ما تطلع الروح كذا. ما فيش حد بيساعدكم، هذه جهودات شخصيه منكم انتم كابطال يعني في الرياضه، وهذا شيء تشكروا عليه الى جانب انكم ترجعوا لنا كذلك بالالقاب. تمت، وانا كنت سعيد حتى اول ما حققت مركز، بس كنت سعيد انها كمشاركه عالميه، كاني اشوف المنتخب الكوري، المنتخب السويدي، المنتخب الفرنسي، منتخبات عالمية مشاركة بالشهادة، وأنا الوحيد اليمني، أنا وزميلي نصر الدين عياش المشاركين، كنا زي العميان. مستويات موجودة، تكانيك موجودة، كل شيء موجود، ولكن النظام اللي يتغير أو التكانيك اللي تتغير سنوياً برياضة التايكوندو كاستخدام الحساس وكالإنذارات وكالضربات وكل شيء هذه
كانت ممحوة من عقلنا تماما. يعني التجربة إن شاء الله يعني تساعدك إنها لمرات قادمة إنه نعمل نوع من التجديد، تفهموا يعني التجربة مهما كان أنت هتخرج منها بفائدة حتى وإن لم يكن الفوز فيها. إحنا طيب إنه نحن أنت إن شاء الله مع التطور، لأنه يحب أصلاً الرياضة أكيد بتكون بالمستوى المطلوب بإذن الله. بإذن الله. طيب لمن يحب يخوض هذا المجال إيش ممكن تنصحهم علشان يعني يبدأوا بداية صحيحة؟ وممكن كمان رسالة للأباء علشان يعني زي ما حصل معاك في تجربتك هذه إنه أبوك كان يروح معاك النادي، ممكن نكلم فيها الآباء علشان يركزوا على هذا الجانب لاهتمامات أولادهم. طبعاً رياضة التايكوندو ما أنصحش شخص عدى عمره 16 سنة 17 سنة يدخلها. أيوة. ومش تيئيس لهم أو أي شيء من هذا القبيل، لا أبداً. ولكن لما تدخلها أنت بسن مبكر، بسن من 7 سنين ل10 سنين، ممكن تكون لياقتك البدنية مرونة جسمك كطفل قوية. فلما تدخل أنت داخل اللعبة هذه وتنمى 1 2 3 توصل سن المراهق الذي هو من سن 15 سنة إلى 18 سنة وأنت داخل اللعبة، أنت تستفيد أشياء كثيرة. عقلك يتفتح، عقلك ينسي الحاجات التي يمر بها الشباب فترة المراهقة تماما. أنت بتخرج مجهودك كامل في الرياضة. أيوة. رياضة دفاع عن النفس، تبذل مجهود خلال ساعتين باليوم أو 3 ساعات. البدن، اللياقة البدنية الذي ممكن يكتسبها الطفل أو الشاب بهذه الرياضة، المرونة، مرونة الجسم. فلما تنمي داخل اللعبة هذه من سن مبكر تبدأ تزهر فيها، تجيب مراكز، تحقق بطولات، تعشق اللعبة هذه ممكن نقول. إذن ماجد الإدريسي بطل التايكوندو اليمني، شكرا لأنك كنت معنا اليوم في صباح بلقيس، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك تمثلنا في المحافل الدولية وترجع لنا بالألقاب والميداليات لأنك تستحق بإذن الله. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذه الفقرة سنذهب بعدها إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. اتجه بعض المزارعين في محافظة تعز إلى زراعة أشجار الفراولة لتوفير محاصيلها في الأسواق بعد أن انحرمت منها بسبب الحصار الخانق. وللفراولة أماكن وطرق مخصصة للزراعة، نتعرف عليها في هذا التقرير. على قمة جبل صبر توجد هذه المزارع التي تنتج الفراولة. هذه الفاكهة التي اتجه مؤخراً عدد من المزارعين في تعز إلى زراعة أشجارها لتتوفر محاصيلها في الأسواق بعد أن انحرمت منها بسبب الحصار الخانق. الفراولة زرعنا لتوفيرها للمدينة لأنه بسبب الحصار على تعز ما يعني ما توصل لبعد 3 4 أيام للمدينة وتصل قضية خربانة، فقلنا كتجربة للبيئة نشتي نوفر للمدينة يعني كمشوار بسيط. الأماكن المرتفعة هي البيئة المناسبة لزراعة شجرة الفراولة، لذا أقبل المزارعون أعلى جبل صبر على غرسها ومن ثم بيعها في أسواق المدينة بأسعار أقل من القادمة من محافظات أخرى، ما زاد من نسبة إقبال المواطنين على شرائها. يسير المزارع في هذه البيوت المحمية التي تقي الفراولة وأشجارها من التلف وتجعلها أكثر جودة، ويتنقل من مشتل إلى آخر ليطمئن على ما زرعته يداه ويراقبها بحب كمن يراقب مراحل تكوين طفله الأول. تعد الفراولة أحدث المنتجات الزراعية الجديدة في اليمن التي أضيفت لسلسلة المحاصيل الأخرى بعد توقف المزارعين عن استيرادها من خارج البلاد. يرى العاملون في هذا المجال بأن لهذه الفاكهة مستقبلاً سيحقق عوائد مادية ضخمة، ويتمنون الاهتمام بها وبزراعتها أكثر، ولهم أمنيات أخرى. إن شاء الله نتمنى أن نوفر لتعز، مع أن تعز محاصر
فنتمنى نوفر لها تعزية توصل للفراولة، ومش للفراولة، عدة الخضروات ما توصل للمدينة إلا بشق الأنفس بسعر غالي، وبعد 3 أيام توصل قضية خربانة. نتمنى ننتج ونوفر احتياجات تعز. عرفت أراضي اليمن بأنها خصبة لزراعة كل فاكهة، إلا أن تمدد العمارة وانتشار زراعة القات أكل الكثير من المساحة الصالحة لزراعة الأشجار ذات القيمة المادية والغذائية. ومؤخراً عاد بعض المزارعين لغرس الفواكه والبن وغيرها من المحاصيل التي عرفت اليمن بزراعتها منذ القدم. جميل جداً يا سمية هذا التقرير، والأجمل أنه إحنا كنا نستورد الفراولة والآن إحنا نقوم بزراعتها. طيب هل تظني وديان أنه هذه المزارع هي نوع من أنواع التنمية المستدامة؟ اليوم بنتكلم عن التنمية المستدامة في فقرتنا الرئيسية الثانية. والتنمية المستدامة هي جهود اجتماعية واقتصادية هدفها الأساسي القضاء على الفقر والتخلف بكل أشكاله وصوره. إذن الفراولة هي من زراعة الفراولة. صحيح، ومن أنواع التنمية المستدامة هي قدرة الدولة على زيادة مواردها المختلفة لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة مواطنيها. ويطبق مفهوم التنمية على مستوى الأفراد، بمعنى تنمية الفرد لنفسه بنفسه وتطوير قدراته المعرفية والثقافية والإنتاجية. كما أن التنمية المستدامة تهدف للاستثمار في الإنسان خصوصا المرأة والأسرة، وبذلك الاستثمار نكون مجتمعا متماسكا. للحديث عن التنمية المستدامة وأهميتها ودور الأفراد خصوصا الشباب في تطوير أنفسهم والمشاركة في التنمية في تنمية المجتمع، نستضيف الرائد في العمل التنموي عمار مرشد. ويسعد صباحك يا عمار. صباح الورد للجميع. حياك الله في صباح بلقيس، ونبدأ معك السؤال حول ما هي أصلا، أو نتعرف على مفهوم التنمية المستدامة. أنا سمعت التعريف والتطرق اللي ذكرتي أنت والعزيزة وديان، وهو أنت ذكرت جانب من جوانب التنمية المستدامة، بينما هي التنمية المستدامة هي لها مفهوم أشمل وأعم، هي طريقة في كيفية استخدام مواردنا لتحسين حياتنا، مع التأكيد بين قوسين تحسين حياتنا والجيل الحالي، مع التأكيد بين قوسين بدون الضرر للأجيال القادمة. بمعنى إحنا الآن حنزرع فراولة زي ما شفنا في التقرير السابق، نزرع الفراولة بالطريقة الصحيحة التي لا تضر بالتربة بعد 50 سنة أو 60 سنة، بحيث الأجيال اللي بعدنا تستفيد منها. إحنا مثلا الآن حنعمل على تنمية اقتصادية في البلد، وحنبني مصانع، نبني مصانع لكن بالطرق والأساليب التي لا تضر بالبيئة، اللي ممكن تفيدنا لمدة 20-30 سنة هذه المصانع بإنتاجاتها، لكن تضر بالبيئة وتأثر على الأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة زي ما أنتم ذكرتوا كمان أنه استثمار الموارد الموجودة في الدولة، أو استثمار الموارد الموجودة عند البشر، أو استثمار الموارد الموجودة عند المجتمع للاستفادة منها في الوقت الحالي، مع التأكيد، وهذه هي فكرة التنمية المستدامة، مع التأكيد أن لا يتم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة. يعني زي ما ذكرنا أنه ابني مصانع، ابني مدن كبيرة، ابني، اعمل على تمكين سياسي، اعمل على تمكين اقتصادي، اعمل على تمكين الشباب، لكن تأكد أنه اللي تزرعه الآن ما حيأثرش على الأجيال القادمة، لأنه لازم زي ما أنت حتستفيد تستفيد من هذه الأشياء كمان الأجيال القادمة. لهذا يسموها تنمية مستدامة، بمعنى الاستدامة، تستدام لك وللأجيال التي من بعدك. شكراً عمار على هذا التوضيح المهم. طيب عمار، ما أبرز فوائد هذه التنمية المستدامة علينا إحنا كمجتمع يمني لو تكلمنا؟ تمام، أنا ممكن أتكلم عن أبرز الفوائد هذه، بس كمان عشان أكد ووضح أكثر، إنه في دائماً الناس بتقول أنواع التنمية المستدامة، أنواع التنمية المستدامة، إحنا ما نسميها أنواع، إحنا في مجال عملنا بنسميها أبعاد، والأبعاد هذه يقصدها التنمية المستدامة على أي بعد أنت تشتغل عليه. أنا مثلاً بشتغل على البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة. أيوة. المستدامة، فعشان هكذا إحنا بنسميها استدامة اجتماعية، وهنا بشتغل على المجتمع بشكل كبير وعلى الفرد بشكل كبير. مثلا حشتغل على البيئة، فهذا البعد يسمى استدامة بيئية، فأنا هنا بشتغل على البيئة وبيكون الاستدامة كلها في مجال البيئة، وهكذا استدامة اقتصادية واستدامة بشرية. هذه ما تسمى بأبعاد التنمية المستدامة، ما يوجد، ما فيش حاجة اسمها أنواع التنمية المستدامة، في أبعاد التنمية المستدامة. طبعا فوائد التنمية المستدامة لنا كيمنيين، يعني لو قلنا على مستوى الفرد،
احنا هنا بنتكلم عن انه واحده من اهداف التنميه المستدامه وهي 17 هدف انه تمكين الشباب من 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 من, من قدرتهم على صنع القرار، من قدرتهم على المشاركه في الحياه العامه، من توفير من تمكينهم اقتصاديا للشغل، لتوفير فرص عمل خاصه فيهم ومشاريع صغيره ليصبحوا رياديين اعمال. على الفرد ممكن كمان للمراه، لانه واحد من اهداف التنميه السياسيه المستدامه بيتكلم عن اهميه تمكين المراه واشراك المراه ومساومه المراه بالرجل في الحياه والحقوق والواجبات اللي بتعيشها في المجتمع. فاذا تم تطبيق فعلا التنميه المستدامه فهذا حيساعد بشكل كبير على تنميه الفرد في المجتمع اليمني اللي بدوره بيعكس على المجتمع ككل. فاذا كان الفرد في اسرته عنده وعي عالي، عنده قدره على تنميه مهاراته وعنده مفاهيم صحيحه في مجال التنميه المستدامه حيأثر على اسرته، والاسره زي ما احنا بنعرف كلنا في كل المفاهيم وكما درسنا ان هي النواه الاساسيه للمجتمع. فاذا كانت الاسره قويه واعيه وعندها تمكين كامل لانها تمارس تنميه مستدامه فالمجتمع حيكون في تنميه مستدامه عاليه. ايوه يا عمار، طيب نرجع للفرد نفسه، كيف ممكن ان الفرد يعني تطويره لذاته يأثر على المجتمع؟ يعني خلينا ندخل في تفاصيل اكثر علشان نعرف انه احيانا نقلل اهميه دور الفرد او احيانا الفرد بنفسه يشعر انه انا لن استطيع ان احدث تغيير، ما رايك؟ هذه البدايه اللي هو قالها انا لا استطيع ان احدث تغيير، هي هذه هي بدايه المعضله الاساسيه في اي مجتمع وفي اي مشكله يواجهها هذا الفرد. الفرد اول حاجه لازم يؤمن ايمان تام بانه عنده القدره انه يقدر يكون شخص مؤثر في هذا المجتمع ايا كان. قد تكون مؤثر بين أسرتك، عند أصدقائك، عند في الحي اللي أنت عايش فيه، في المجتمع اللي أنت عايش فيه. فضروري أن الفرد هذا يؤمن بقدرته على أنه يكون متمكن، ضروري يؤمن بحقه أنه لازم يحصل على الوعي الكافي والتمكين الكافي والتنمية الكافية في أنه يصبح فرد مستفيد من العملية التنمية المستدامة. احنا لما نتكلم عن الفرد اليمني وكيف حيستفيد من التنميه المستدامه، انا من وجهه نظري اقول لكم انه لازلنا متاخرين بشكل غير طبيعي. انا الان بنتكلم عن 7 سنوات عدت من اعلان اهداف التنميه المستدامه، تم اعلانها في 25 سبتمبر 2015 وتنتهي في 2030. وال 17 هدف اللي بنتكلم عليهم اللي منهم القضاء على الفقر وتمكين الشباب وتوفير بيئه امنه وتمكين اقتصادي والحفاظ على المناخ والبيئه والاشياء دي كلها، 17 هدف الى الان 7 سنوات، اعتقد ولا واجزم ان لا يوجد احد في اليمن لو قارنا بنسبه بالمئة قد يكون 20% فقط الذي يعرف عن اهداف التنميه المستدامه. فالفرد اليمني اذا لم يؤمن لانه له القدره قبل ما يكون له الحق، له القدره على انه يكون شخص مؤثر، له القدره على انه يقدر يذهب ويطلع ويبحث ويتعلم ويطور من نفسه ويمارس. إذا الشباب اليمنيين والفرد اليمني والمرأة كانت أو الشباب أو الرجل أو حتى الكبير في السن ما عندوش القدرة على أنه يكون جزء من عملية التنمية المستدامة فهذه هي المشكلة. الخطوة الثانية، الدولة هي ملزمة. إحنا الآن لما وقعنا على خطة التنمية المستدامة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقعت عليها، إذن هي أصبحت ملزمة. وفي مادة في الخطة بتلزم الدولة على أنها تعمل على توعية الناس بأهداف التنمية المستدامة وتمكينهم. يعني الان بنتكلم على جانب كبير من الدوله، واحنا بنتكلم عن وضع صعب بالنسبه لليمن بيمر فيه، حيكون صعب انها توفر اشياء اساسيه ملزمه لها في خطه اهداف التنميه المستدامه. نتكلم عن انه لازم الدوله توفر للشباب فرص عمل افضل، اذا ما قدرت توفر الفرص العمل الافضل توفر البيئه المناسبه، تعمل على تشجيع الشباب، تعمل على دعم الشباب، تعمل على تمكين المراه، تؤمن بحق المراه بالمساواه، تؤمن بحق المراه في دورها في المشاركه السياسيه، تعمل على مشاريع تنميه بيئيه، تعمل على إصدار قوانين وتشريعات تحد من المخلفات البيئية في المصانع، العادمات الخاصة بالسيارات، الأشياء دي كلها. فهو حيكون من الصعب جدا نبدأ نتكلم من الآن عن فائدة التنمية المستدامة على الفرد اليمني أو على اليمن ككل، نحن بنمر بمرحلة صعبة وإحنا بنتكلم عن خطة عمرها 7 سنوات وحتنتهي بعد في 2030، وهي من وجهة نظري أشوف أنها ما تختلف تماما عن أهداف الألفية، اللهم أنه تم تغيير بعض المصطلحات وتم ضخ بعض الموارد المالية، وفي الأخير الدول العظمى والدول القوية والدول ذات السيادة والمستقرة هي الوحيدة التي تستفيد من خطة التنمية المستدامة. طيب أنا أطلع الإطالة بس كان لازم لا لا, لا, لا بالعكس، يعني أنت تكلمت كلام مهم. طبعا عمار، أنت قلت أنه كثير من الشباب أو حتى في المجتمع بشكل عام، وذكرت نسمة أنه 20% يمكن الذي فاهمين هذا الموضوع وما فيش وعي، وفي اتفاقيات وفي مفهوم دولي لهذا الشيء يعني، وفي خطة ل 2030. طب ما أهمية نشر الوعي بقيمة التنمية في المجتمع؟ لازم الناس تعرف هذا الشيء وتفهمه علشان تؤمن فيه.
شكرا يا وديان. انا من خلال البرنامج تبعكم ومنصتكم وبرنامجكم اللي انا اتابعه دائما واحب جدا ظهوركم فيه، لانه احس ان في طاقه شبابيه متجدده والمواضيع اللي بيتم اختيارها بتلبي احتياج المشاهد. شكرا لك. انا اشوف انه من المهم جدا نحن نبدا نتكلم عن الان عن واجب الفرد الواعي. انا بتكلم الان عن نسبه كبيره من الشباب اللي هم عاملين في مجال المنظمات الدوليه والمحليه، الشباب اللي بيسافروا للخارج، اللي بيحضروا مؤتمرات باسم اليمن، هنا لازم يكون لهم دور. انتوا لازم تبداوا من الان، لازم تنشروا في صفحاتكم في الفيسبوك عن اهداف التنميه المستدامه، لازم تتكلموا عن كيفيه استفاده الشباب من الفرص اللي موجوده معاهم. مش بالضروره ننتظر لاي جهه حكوميه او ننتظر لاي دوله، احنا بنمر بوضع صعب جدا، معنا خيارين، يعني احنا نجلس نشكي ونبكي ونموت من الجوع، يعني احنا نحارب ونحارب ونحارب ونوصل للهدف اللي احنا نبغي نحققه، لانه في الاخير ما فيش حد في العالم هذا كله حيسيب كل اشغاله واعماله واهم واولوياته ويجي لعندك يقول لك انت فرد يمني مسكين لك فترات بتمر بمرحله صراع، تعال وانا بساعدك. لا، ما فيش حد حيخرجك من اللي انت فيه الا انت نفسك. وانا هنا اتكلم عن اليمن بشكل عام، فمهم جدا ان احنا نبدا من خلال منصات التلفزيون، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نتكلم عن التنميه المستدامه واهدافها ونوضح ما هي التنميه المستدامه. احنا نتكلم عن مليارات منصوصه ومخصوصه لمشاريع يتم تنفيذها في اليمن. حق من حقوقنا، ما فيش حد جابها لنا ولا فرض، لان احنا دوله عضو في الامم المتحده وموقعين ولنا واجبات مثل ما لنا حقوق ايضا معهم، فمن حقوقنا انه في مشاريع كبيره جدا وتم توقيعها مع الجهات المختصه والجهات الحكوميه على تنفيذها في اليمن. معنا مليارات بالكثير محطوطه في الخزانات. طيب عمار، ايش هي هذه او ما هي ابرز هذه المشاركات الشبابيه في مجالات التنميه؟ ايش هي هذه المجالات؟ المشاركات اللي بيشاركوا في شباب بيحضروا مؤتمرات حول التنميه المستدامه واهداف التنميه المستدامه وتاثيرها على المجتمع. هذه بيحضروا فيها شباب من اليمن، بيشاركوا في الخارج، بيستفيدوا من كميه معلومات مش بسيطه ابدا، بياخذوا كميه معلومات كثيره، بيشكلوا شبكه علاقات كبيره في الخارج. اللي بيزعل احيانا ان بعض الشباب بيسافر بيحضر 10 20 يوم في الخارج لفعاليه او مؤتمر باسم اليمن، بيرجع لليمن بيختفي تماما، مع انه المفترض انه يرجع يجلس بين اصحابه، ينزل في الفيسبوك ايش المخرج ايش اللي خلص. ايوه، في الاخير ما صارش يتفسح يعني. بالضبط. هو راح باسم اليمن وراح يمثل شباب اليمن. ففي مؤتمرات كثيره، احنا بنتكلم عن مؤتمرات بيشاركوا فيها الشباب في تعديل خطط، بيشاركوا فيها الشباب في صياغه اهداف. انا واحد من اللي ساهم وشارك في صياغه اهداف التنميه المستدامه 17 هذه، واحنا اللي ساهمنا في اعداد الخطه في 2014 كنا في القاهره، وفي 2015 كنا في دبي وابو ظبي، وبعدين تم الاعلان في 25 سبتمبر عن الخطه بشكل رسمي في مصر في 2015 25 سبتمبر. فاحنا اذا ما قمناش بدورنا، اذا ما تكلمناش عن اهميه التنميه المستدامه، اذا ما ساعدناش الشباب اللي بيحس انه محبط انه يبدا يفكر بمشروعه الخاص، انه يبدا يطور من مهاراته، انه يبدا يطلع ويتعلم، انه يبدا ياخذ مهارات ويكتسب، فاحنا كذا ما فيش لنا اي دور. ليش احنا بنتكلم احنا بنمثل الشباب؟ لا، مهم جدا انه اي جهه او حد من الشباب بيمثل الشباب اليمنيين في مجال التنميه المستدامه او اي مجالات اخرى، ترجع لليمن اعمل لك جلسه جلستين اونلاين عبر الفيسبوك عبر زوم حتى عبر الواتساب، اعمل ورقه، اعمل تقرير، اعمل بيان على مخرج اللي انت رحت شاركت فيه، خلي الناس تستفيد. هنا لازم نبدا نشتغل فعلا. اي جهد بسيط بيفرق معنا، حتى لو كان على مستوى شخصي. صحيح. قراءه كتاب، تعلم مهاره جديده، تعلم لغه، كل هذه الاشياء تفرق في المجتمع. طيب نتكلم على التحديات اللي تواجه افراد المجتمع اليمني وتعيقه في الوصول الى جهود التنميه المستدامه. ليش؟ لا والله يعني حاجة محزنة حقيقة. احنا حاسين يعني والله حاسين بهذا الشيء. يعني احنا بنتكلم عن معضلة أساسية هي اللي معرقلة كل جهود التنمية، مش بس التنمية المستدامة. التنمية المجتمعية، التماسك الاجتماعي، النسيج الاجتماعي، الحياة الآمنة، الحياة الكريمة، الآمنة، الأشياء دي كلها. احنا بنتكلم عن حاجة فعلا هي بتأثر في المجتمع، بنتكلم عن صراع، صراع ما لناش فيه أي ذنب، يعني احنا الشباب للأسف حملونا اللي قبلنا أحقادهم وثأرهم واحنا ندفع الثمن. صحيح. وعايشين الان كمان في احقاد ويعني واثارات تؤثر للمستقبل. انا ما بتكلمش الان عن مشكله احنا بنمر لها من 7 سنوات، لا، احنا بنتكلم عن حقد تاريخي مش طبيعي. يعني احنا الان لما نجي نشوف دوله مثل دولتنا في اليمن مش مستقره، انا اشرح لكم من 62 لليوم احنا مش مستقرين، من 64 بعد الثوره، وبعدين الحرب بين الجمهوريين والملكيين، وبعدين الحروب الوسطى في الثمانينات، وبعدين الحرب بين اليمن الديمقراطي واليمن الشعبي.
في 94، بعدين قلت لنا القاعده في 2000، بعدين من 2003 الى 2009 الحروب الست في صعدة، وبعدين من 2009 ل 2011 حصلت احداث في لسه طويله يعني 2011 الان في مشكله. يعني احنا الان بنتكلم عن التحديات، ما فيش ولا اي تحدي ممكن ان احنا نتجاوزه غير ان احنا ننهي الصراع، ويكفي صراع. احنا الان محتاجين للسلام فعلا، احنا مستحيل 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 نتقدم خطوه للامام حتى على مستوى الاسره اذا ما كانت موجود السلام. الاسره متقسمه داخل اليمن، حد مع فلان، اخ مع فلان، واخ مع فلان، مقسومه نصين. انا مستحيل ان انا اجمع الاثنين الاخوان مره ثانيه في الاسره اذا ما انتهيناش الصراع، اذا ما انهيناش الحرب اللي بنمر فيها، اذا فعلا فعلا ما بداناش نحد من خطاب العنف، نقضي عليه، مش نحد، نقضي على خطاب العنف والكراهيه. لا متى حنجلس؟ الى متى حنجلس نتصارع ونلوم هذا ونخون هذا؟ صدقوني ان العالم كله ما هو عارف فين اليمن، وان اللي بيفكر باليمن او بيذكر اليمن في مؤتمرات او اي اخر هذا فقط استغلال، لانه هو المستفيد الاكثر، سواء كان من ميزانيات، من دعم، من اموال، ايا كانت المنظمات اللي بتقول احنا بنحب اليمن وبندعم اليمن، كذابين. ناس يسترزقوا باسم اليمن فعلا. بالضبط، اكثر من 60% من المنح اللي بتقدم لدعم اليمنيين والاضرار اللي بنمر فيها بتروح على مصاريف تشغيليه للاجانب والمنظمات اللي موجوده. فاحنا اذا ما انهينا الصراع، وهذا هو التحدي الاول والاساسي والكبير اللي ممكن نتجاوزه. بس عشان ما نكون يعني شويه متشائمين شويه، بس احنا كشباب لازم نخرج من الجو اللي احنا اللي الكبار بيحاولوا قدر الامكان انهم يغلقونا داخله. لا، احنا لازم نخرج من هذا الجو. لازم احنا اولا لازم نعزز الثقه بيننا البين كشباب، لانه فعلا الشباب الان بينهم البين الثقه بدات تتلاشى شويه، هو بسبب الوضع اللي بنمر فيه، لكن هذا مش عذر. لازم نعزز ثقتنا بيننا البين كشباب، لازم ندعم نفس بعضنا البعض كشباب، لازم ننشر الوعي باهميه النوع، حتى النوع الاجتماعي. انا يحزنني انه الان 2022 ولا زال في بعض الشباب المتعلم والمثقف والاكاديمي لا زال ينظر للمراه ان هذه المراه لازم تكون موجوده في البيت. لا. باذن الله يا عمار انه تكون هذه الافكار حول التنميه المستدامه تكون وصلت للشباب، وهناك بالضبط. فعلا فئه كبيره من الشباب اليوم تطمح لان تكون فعاله في المجتمع. احنا شاكرين تواجدك معنا، يعني الوقت يعني لا يسمح لنا ان احنا نطيل معك اكثر، لكن فعلا حديث شيق وممتع. شكرا لك. ونختم يا عمار بمقولتك الشهيره والهاشتاج، والله لنعيش، والله لنعيش، والله لنعيش. شكراً جزيلاً لكم، بالتوفيق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن مشاهدينا، والله لنعيش. وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من صباح بلقيس، وختام حلقاتنا لهذا الأسبوع. فعلاً، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. كونوا بخير، كونوا سعداء، كونوا متفائلين، نلقاكم على خير. بتوحشونا، إلى اللقاء.